Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va continuer ensemble le cours de la méthode de, les méthodes de résolution des équations non linéaires. On a vu déjà trois méthodes, la méthode de bisection, la taqdrout l'gawha, méthode de dichotomie, j'fna la méthode de point fixe ou la taqdrout l'gawha, le nom de approximation successive, j'fna Newton-Raphson ou la méthode de la tangente. ودركا راح نشوفوا لا ميثود دو لا سيكونت اللي هي نظري طريقه القاطع داكوغ هاد لا ميثود دو لا سيكونت جات باش تنحي لانكونفينيون تاع لا ميثود دو نيوتن رافسون بويس كيما شفنا مع بعض في نيوتن رافسون العلاقه التراجعيه تاعها هي xn plus 1 يساوي xn ناقص f دو xn على f بريم دو xn وبرهناها كيف كيف وكيفاه جات هذا العلاقة maintenant كيما تلاحظوا في المقام عندي f بريم دو xn و xn عم بالي بها باللي لي بوين هذا مرام ينتمي لانترفال ab اللي ضمن انه فيه لا سوليسيون داكوغ دونك وش يضمنني انا باللي توت لي بوين صور تاعهم ب f بريم مامش معدومين وش يضمني هذه انكونفينيون ثاني انكونفينيون هي قادره تكون لا فونكسيون تاعي اف معقده بزاف ويصعب عليا حساب المشتقه ميم اف بريم دو اكس ان لي بوين كل يكون غير معدوم بصح تصعب عليا حساب اف بريم دونك راح نلجأ في لا ميثود دو لا سيكونت اني نحي اف بريم دو اكس ان دونك نعرفوا مليح بلي اف بريم دو اكس ان واش تساوي f de xn ناقص f de xn ناقص 1 على f على xn ناقص xn ناقص 1 هذه نعرفوها من التيرمينال ولا من دوزيام اني جو سي با دونك نروح فقط نعوض هذه العباره في عباره نيوتن رافسون دونك تولي عندي xn plus 1 تساوي xn ناقص f de xn على راح نعوض f بريم بهذا العبارة تولي عندي f دو xn ناقص f دو xn ناقص 1 على xn ناقص xn ناقص 1 بعملية بسيطة راح تخرج لي xn plus 1 تساوي xn ناقص f دو xn فوا هذا راح يطلع البسط تجيني xn ناقص xn ناقص 1 على f de xn ناقص f de xn ناقص 1 et comme vous voyez bien بلي ما عنديش خلاه f بريم هنا ما عنديش مشكل خلاه مع f بريم بصح هنا هذه هي عبارة تراجعية تاع لا ميثود دو لا سيكونت mais comme vous voyez on a besoin de deux points de départ اللي هما x0 و x x0 و x1 donc j'ai besoin de deux points de départ باه نحسب x2 داكوغ نحط n يساوي الواحد جيني x2 تساوي x1 ناقص f دو x1 في x1 ناقص x0 على f دو x1 ناقص f دو x0 داكوغ دونك مي لازم نضمن بلي هذا ال x0 و x1 لازم يكونوا قراب لغاسين تاعي وكون يكونوا بعاد كيما في نيوتن رافسون راح نلقى قدرة لا ميثود تاعي ديفيرجي ولا تكونفيرجي فيغ اون اوتر سوليسيون داكوغ دونك هادي الجبريكمون كيفاش لقينا العباره التراجعيه لا ميثود دو لا سيكونت مي نسيت بالك ما قلت لكمش في درس تاع نيوتن رافسون انه لا كونفيرجونس دائما لازم نحسب اكس ان بلس 1 ناقص اكس ان تكون اقل من ايبسيلون هذا في الكور تاع نيوتن رافسون لازم xn كيفاش نعرف روحي كونفيرجيت تكون مثلا حسبت x7 ناقص x7 ناقص x6 تكون نلقاها اقل من ايبسيلون يمدهولي هو في التمرين مثلا 10 قوى ناقص 7 10 قوى ناقص 3 سا ديبون شي يمدهولي كون نلقى هذا الفرق اقل من ايبسيلون نحبس والاكس الاخرى اللي حسبتها هي لا سوليسيون ابروشي داكوغ هذه في نيوتن رافسون Maintenant, on va voir l'interprétation géométrique de la méthode de la séquence. Haïlik, le graphe de la fonction f, on a f de x,
d'accord, هاي alpha وين تقطع يقطع لو graph محور الفواصل. درك انا دي دو point de départ اللي هما x0 و x1. تقدر تخير x0 هنا معليش، تقدر تخير x0 و x1 هنا، وتقدر تخير كل واحد في جهه، بصح المهم يكونوا قراب من الفا. بعد واش ندير؟ نروح نحسب f دو x1 و f دو x0، ومن بعد الصور تاعهم نربطهم بقطعه مستقيمه. هاي ليك، ربطها بقطعه مستقيمه. القطعه هذه وين تقطع محور الفواصل هذيك هي x2. D'accord. Donc, dina deux points de départ, x0 et x1. بعد شفنا سقطناهم على لو غراف تاع f. ومن بعد ربطنا بقطعه مستقيمه، هذيك سموها القاطع. ربطناهم بقطعه مستقيمه، صور تاعهم ربطناهم بقطعه المستقيمه، والقطعه هذيك وين تقطع محور الفواصل هذيك هي النقطه الجديده x2. بعد نحسب f دو x2، هاني سقطها على الرسمه تاع f. بعد نربط بقطعه مستقيمه f دو x2 والنقطه اللي قبلها f دو x2 و f دو x1، مش x1، f دو x2 و f دو x1. دونك هاي واضحه ليكم، ربطهم بقطعه مستقيمه هاي. داكوغ، وين تقطع هذه القطعه المستقيمه محور الفواصل نسميها النقطه الجديده اللي هي x3. x3 نزيد نسقطها على f، ومن بعد نربط ما بين f دو x3 و f دو x2. داكوغ، نربطهم بقطعه مستقيمه هاي ليك. ها قطعت هنا سميتها x4، اكم تشوفوا قاعدين نقربوا الالفا. هاي x2 قربت، x3 قربت خلاه، x4 زاد قربت خلاه. فوايي، واشاك فوا نحسب x4 ناقص x3، لقيتها اقل من ايبسيلون نحبس، لقيتها اكبر من ايبسيلون نزيد نكمل. داكوغ، ماتنو زيد x4 نسقطها على f ونربطها مع f دو x3، هاي بالقطعه المستقيمه ها وين تقطع x5. فوايي قربنا خلاه. D'accord. Donc ça dépend à l'epsilon هو شحال راح يمده لكم. لكن وقلنا à chaque fois نحسب x، دركا مثلا حسبنا x5 ناقص x5 ناقص x4، لقيتها اقل من epsilon je m'arrête là. Et x5 هو la racine ولا مش la racine، la solution approchée de l'équation تاعي. هذه هي la méthode de la séquence. Je pense حتى هي درت لكم عليها تمرين وحطيته لكم في المودل. حطيت لكم تمارين، رابع تمارين جو بونس، بيسك عندنا 4 ميثود، قلنا بيسيكسيون بوان فيكس نيوتن رافسون و دو لا سيكونت، هذوهم رابعة تاع لي ميثود لي يعني لازم تعرفوهم في الكور هذا. كيما قلت لكم اي سؤال عندكم اطرحوه لي في لي كومونتير. و سايي اون ا تيرميني لو كور تاع لا ريزوليسيون، باردون، تاع لا ريزوليسيون ديز ايكواسيون نون لينيير. فقط مازلنا ان سول شابيتر اللي هو لا ريزوليسيون دي زيكواسيون ديفيرونسييل اوردينير دي ميثود نوميريك. اون فا لو فوار انسامبل في دي فيديو جايين ان شاء الله. سلام عليكم.